عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أيها الأحباب، طبتم فطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيتكم بيوتكم، نسأله جل وعلا أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، صلى رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. من هم الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم؟ قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسافر، والوالد لولده، ودعوة الصائم حتى يفطر. الثلاثة دول دعوة مستجابة. ونحن في شهر إجابة الدعاء، فالمسلم كان ذكرت قبل كده لا يحرم نفسه الدعاء في رمضان، اقتداء وامتثالا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله ما شئت في كل وقت من اوقات رمضان، طال من دقائق ادعوا المولى عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الاجابه وكتب علينا الدعاء. فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كيف تقول يا عبد الشيخ انا بدعو ربنا وربنا سبحانه وتعالى ما بيستجيبش لي الدعاء؟ اعمل ايه؟ قلت له ادعو ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ الدعاء يجاب يا اخوان، مجاب. المولى عز وجل يستجيب دعاء. ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يستجيب لاحدكم ما لم يعجل. ربنا هيستجيب ليك الدعاء، بس في الوقت اللي هو ايه؟ عارف فيه مصلحه ليك انت. ازاي؟ صلوا على رسول الله. يستجيب لاحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ده من القلب. ان بهذا الدعاء ربنا سبحانه وتعالى كتب لك سنه امور. ده يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هما دي؟ اما ان يعجل لك المولى عز وجل الاجابه دي حاجه، واما ان يدخر لك المولى عز وجل الدعاء في صحيفه حسناتك الى يوم القيامه. يبقى انت مستفيد ولا مش مستفيد؟ واما ان يرفع عنك بسبب هذا الدعاء بلاء قد ينزل به. المصيبه نازله والدعاء ايه؟ طالب. فايه؟ فيعتب جاهل، فيتصارع مال او يتصارع مال. الدعاء ايه؟ والمصيبه. فبالدعاء يرفع عنك المولى عز وجل البلاء. بس شرط اجابه الدعاء ايه؟ حد يقدر يقول ايه هو شرط اجابه الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. شرط اجابه الدعاء ايه؟ عاوز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء، في شرط. اجابه ايه؟ صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا سعد وقال له: يا رسول الله، ادعو الله لي لعلي ان اكون مستجاب الدعوه. فقال له: كلمتين اثنين، اطلب مطعمك تستجب دعوتك. يعني ايه يا عبد الشيخ؟ يعني ربنا مش راضي يستجيب لنا الدعاء، يبقى في المطعم شيء؟ كل واحد بقى. فاحنا بنقول لابد وان نستغل شهر رمضان في الدعاء والاكل الحلال، لان حكينا ايه دلوقتي؟ ربنا سبحانه وتعالى يحثنا فيها على أكل الحلال، لأن أكل الحلال إخوة الإيمان والإسلام فوز لك ونعيم في الجنة ونعيم في الدنيا وفي